مساء الخير نور، شكرا للاستضافة. نعم نور، ضغط سلبي على ما أعتقد هو جني الأرباح، جني أرباح آخر العام كما هو متعارف عليه. آخر العام يكون هناك انخفاض كبير في السيولة جراء مناسبة الأعياد من ناحية. من ناحية أخرى عندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية، السؤال الذي يطرح نفسه في الفترة القادمة، من سيتجه لتخفيض الفائدة بشكل أسرع؟ على ما أعتقد قد ينقسم الإجابة إلى قسمين نور، هنا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في جهة، والجهة الأخرى الفيدرالي الأمريكي. ما أقصده هنا بريطانيا، الاتحاد الأوروبي قد يكون هناك ضغط جراء النمو السلبي، انكماش في النمو في الفترة الماضية في الربع الثالث تحديدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وبالنسبة لبريطانيا قد تضغط وتسعر الأسواق إمكانية تخفيض أسعار الفائدة. بدأنا نسمع في الفترة الماضية أن الفيدرال الأمريكي سيتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة 6 مرات في عام 2024. الضغوط ازدادت على بريطانيا والاتحاد الأوروبي جراء أرقام النمو الاقتصادي السلبي، فبالتالي الأسواق باتت تسعر إمكانية تخفيض أسعار الفائدة بالنسبة للبنكين جراء النمو الاقتصادي، أي يعني ضغط سلبي. أما الفيدرال الأمريكي أرقام النمو الاقتصادي لا رغم تزال انه جيدة. هذا رغم انه كريستين لاغارد استبعدت هذا الموضوع، او على الاقل قالت انه لم يتم نقاش هذا الموضوع بتاتا في الاجتماع الاخير عندما سئلت عن تخفيض معدلة الفائدة اذا ما تم مناقشته في لجنة السياسة النقدية. أتفق معك نور، جميع رؤساء البنوك المركزية عندما يتم سؤالهم بالنسبة لعمليات تخفيض أسعار الفائدة يتم تأخير التوجه، نظرا لأن السياسات البنوك هي سياسات كرد فعل على البيانات الاقتصادية، أي أني عندي بيانات اقتصادية سلبية فبالتالي سأتجه لتغيير السياسة النقدية. حالتين، إما أن يكون هناك نمو سلبي أو وصول التضخم إلى مستويات 2%. عندما ننظر إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، النمو الاقتصادي سلبي في الربع الثالث بالنسبة للاقتصادين، أي ربع آخر ركود تقني بالنسبة للبنكين، فبالتالي قد يدخل مرحلة الهارد لاندنج بشكل رسمي، فبالتالي تسعير تخفيض أسعار الفائدة قد يكون بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بالرغم من أن رؤساء البنوك لم يذكروا أبداً على تخفيض أسعار الفوائد، لكن عندما ننظر إلى النمو الاقتصادي فهو ضاغط أساسي ولاعب أساسي بالنسبة للبنكين. على ما أعتقد أنه لو ننظر إلى الفيدرال الأمريكي والمعطيات البيانات الاقتصادية، بالرغم من أن أرقام التضخم ومؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي جميعها ممتازة جداً بالنسبة للفيدرال الأمريكي، لكن النمو الاقتصادي نور 4.9%. الريكفري بعد كوفيد 19، الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الانتعاش الاقتصادي، فبالتالي النمو الاقتصادي يعطي الوقت للفيدرال الأمريكي لمتابعة السياسة النقدية. أعيد وأذكر، البنوك المركزية هي رد فعل على الأرقام الاقتصادية وليس استباقية كما هي حالة الأسواق وتوقعها. الأسواق تتوقع عندما تنظر إلى الأرقام الاقتصادية المتواجدة، تتوقع أن البنوك قد تتجه لتغيير السياسة النقدية، لكن بالنسبة للأرقام الاقتصادية على ما أعتقد الفيدرال الأمريكي لا يملك الأرقام الاقتصادية الضاغطة عليه عكس الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. أنا أشكرك جزيل الشكر أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في أكوتي، على مشاركتك معنا اليوم، وكل عام وأنت بخير.